معنا اتصال الأستاذ المتخصص أي نعم، أحمد الأستاذ رضوان. التربوي المتخصص في اللغة العربية أحمد رضوان، السلام عليكم. ضيف حلقتنا اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ أحمد؟ يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أستاذ خالد وصاحبك أستاذ محمد أيضا. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ رضوان، الله يعطيك الصحة يا والعافية. يعطيك يا شاكرين لك مداخلتك معنا اليوم في هذا البرنامج. في البداية والله أنا أي نعم تفضل. لا انا اقول انا سعيد جدا صراحه اني اشارك في مثل هذه البرامج اللي فائدتها صراحه معروفه وملموسه بين الشباب الصغار وجدا مستفيدين منها. يعني انا شخصيا مستفيد صراحه من كلامكم جدا جدا، انت والاخ خالد. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه والعافيه. استاذ احمد، موضوع حلقتنا اليوم اكيد تعرفون انه عن اللغه العربيه. صحيح. ايش مكانه اللغه العربيه عند الطلاب في المدارس؟ كيف ممكن يعني، هل هذه اللغه لها مكانه؟ أو هذا سؤال كبير كبير جدا أستاذ خالد. أنا أتوقع يعني الشباب في المدارس الآن عندهم محبة كبيرة جدا للغة العربية، هذا أولا. وأي معلومة في الحقيقة أو أي علم تريد أن تتميز فيه لابد تكون عندك هذه النقطة أول شيء، هو حب المعلومة، أو خليني أقول الشغف بالمعلومة، مرحلة متقدمة من المحبة. ممتاز. فهذه المرحلة هي أهم مرحلة صراحة من المراحل للحصول على أي علم من العلوم، ومن أهم العلوم طبعا علم اللغة العربية. أمر آخر، بعد ما يكون الإنسان محب لهذه اللغة يكون عنده شيء يسمى ترتيب المعلومات. كيف ترتيب المعلومات؟ ترتيب المعلومات في العقل، إما بتلخيص، إما مثلا بتشجير أو غير ذلك، أو كتابة. بعد ما ينتهي من هذه المرحلة ينتقل إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي الاستذكار والمراجعة مرة بعد مرة، إما بقراءة لوحده أو بحوار مع زميل مثلا، أو أيضا مرحلة متقدمة بتعليم غيره، لأنه قال العلم ميت وحياة التعليم كما قال بعض أهل العلم. جميل جدا أستاذ أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية. نجد أنه كثير من الطلاب الآن، كنا نتحدث عنها في بداية الحلقة، أو كثير من الشباب عامة يدخل كثير من الكلمات غير العربية، يعني كنوع من إبراز الثقافة، أو يسمونها نوع من الكشخة، يعني أنه يدخل كلمات عربية غير عربية وأثناء حديثه باللغة العربية. هل هذا الأمر سلبي وش أخطاره؟ وهذا أمر غير صحيح طبعا، لأنه هذا طبعا كما تعلمون أي ثقافة غالبة أو أي أمة مثلا متقدمة ومتحضرة البقية تبع. كذلك كنا ترى من قبل مثلا في الأندلس كان الرجل كان من غير المسلمين ومن غير العرب، إذا أراد أن يتفاخر يدخل في كلامه بعض الكلمات العربية، فهذا طبعا أثره كبير جدا على الإنسان كونه يعني مثلا يدخل هذه الكلمات مثلا إبرازا لثقافته، إبرازا لأنه شخص متحضر ومتطور، وهذا غير صحيح طبعا. هذا أبدا غير صحيح. الأصل أن يتكلم الإنسان اللغة العربية في كلامه كله، ويبحث عن الكلمات الفصيحة أيضا يدخلها في كلامه حتى يتطور مع الوقت ويصبح يعني متقدم في اللغة العربية. طيب، مهم جدا كذلك دور المدرسة ودور المعلم في الفصل في تنمية اللغة العربية عند الطلاب. كيف ممكن المدرسة أو المعلم يطور اللغة العربية عند الطلاب؟ الطرق طبعا كثيرة أستاذ خالد. فيه مثلا في المناهج الموجودة عندنا ما شاء الله في المناهج في الدول العربية، كثير من الدول العربية أو كلها تقريبا يدعمون العربية مثلا بوجود يوجد مادة اللغة العربية أو مواد. في بعض النصوص مثلا في هذه المواد حفظها وتكرارها يوم بعد يوم، هذا كله ينمي اللغة العربية، هذا فيما يتعلق بالمنهج. كذلك المدرس، جميع المدرسين في الحقيقة المفترض أن المدرس يحرص على زراعة محبة اللغة العربية في الطلاب. ممتاز. سواء في المنهج أو حتى في أشياء جانبية، ممكن في واجبات مثلا، في أنشطة، في كذا، هذه الأشياء كلها تنمي محبة اللغة العربية عند الطالب، بالتالي يرتفع مستواه يعني شيئا فشيئا في اللغة العربية. الله كذلك يعني. مثلا بإقامة ولا طالب معلش كذلك بإقامة مثلا مسابقات مثلا الإذاعة، زي ما البطل اللي قبل شوي كان يقول يشارك في الإذاعة، هذه إذاعة جدا مهمة وترفع يعني مستوى اللغة العربية عند الطالب كذلك، وغيرها من المسابقات. جميل جدا أستاذ أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية. قبل السؤال الأخير، كثير من الناس يبالغ ويفخم عندما يتحدث باللغة العربية، ويعني فعلا يعني يعطيها ما ليس من حقه من التفخيم المبالغ فيه، هل هذا شيء إيجابي؟ وهل فعلا هذه الطريقة الصحيحة للتحدث باللغة العربية وتعزيز مكانتها؟
لا طبعا، لا طبعا، هذا شيء دخيل يعني. واللغة العربية جدا سهلة ورقيقة وبسيطة يعني. هذا الأمر يجعل اللغة العربية فيها نوع من الصعوبة، فيصنع مثل الحاجز بينه وبين اللغة العربية. إذا سمعوا أحد مثلا من غير العربي يتكلم بهذه الطريقة، أو حتى من العرب، إن اللغة العربية تحتاج حتى يصل الإنسان إليها إلى مراحل ومراحل بسبب صناعة هذا الحاجز. فعموما الكلام باللغة العربية بهذه الطريقة غير صحيح يعني، بكل سهولة وبكل بساطة، مثلها مثل اللغة العامية، ترى كانت اللغة الدارجة والناس تتحدثها بكل سهولة. جميل جدا استاذ احمد، الله يعطيك الصحه والعافيه، شاكرين لك مداخلتك معنا في هذه الحلقه الاستاذ احمد رضوان المعلم والمهتم باللغه العربيه والتربيه، والله يعطيك الصحه والعافيه، وشاكرين لك هذه المداخله المميزه.